نعم، يعني حقيقة ننظر إلى التصريحات الروسية من خلال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي صرح أن هذه البلدة باتت تحت سيطرة قواته وأنها محاصرة بشكل شبه كامل. وترك يفغيني بريغوجين الخيار لأوكرانيا بخروج وانسحاب القوات الأوكرانية من تلك المنطقة عبر ممر واحد فقط، تركه مفتوحا لإخراج ما تبقى من القوات الأوكرانية إضافة إلى المدنيين المتواجدين هناك. وأعلن بريغوجين أن النخبة قد تم القضاء عليها من القوات الأوكرانية، واليوم نحارب بحسب تصريحاته الشيوخ والشباب الصغار في العمر. وقد ظهر بالفعل بجانبه شاب يافع وأيضا رجل مسن يدعي بأنهم هؤلاء من المقاتلين الأوكرانيين المتبقين داخل المدينة، وبات اليوم الدخول إلى وسط المدينة متاحا لقوات فاغنر. هذا ما أعلنه بريغوجين. أما إذا نظرنا إلى التصريحات الأوكرانية، فيتحدث الرئيس زيلينسكي والأركان العامة الأوكرانية عن بقاء القوات الأوكرانية داخل المدينة والصمود في وجه هذه الهجمات الروسية. ويتحدث زيلينسكي أيضا أن المعارك مستمرة وأن الجيش رغم صعوبة الوضع هناك ما زال متمسكا في وسط ولكن المدينة. يعني لماذا لم يشهد الجانب الأوكراني أي دعم غربي طالما هو وحذر بصعوبة الوضع في باخموت؟ يعني هنا يجب توجيه السؤال إلى الجانب الغربي والتباطؤ في تقديم الأسلحة إلى الجانب الأوكراني. اليوم أيضا هناك اجتماع بين بايدن وشولتز لبحث هذه أو إرسال هذه الأسلحة والحديث عن حزمة جديدة من المساعدات بمبلغ 400 مليار مليون عفوا دولار. ولكن بالفعل هناك تباطؤ كبير، واليوم تعول الإدارة الغربية من واشنطن وحلفائها على المعارك المضادة أو الهجوم المضاد الذي يمكن أن تنفذه القوات الأوكرانية على جبهات بعيدة عن باخموت في الجنوب الأوكراني ابتداء من خيرسون بحسب التصريحات طبعا. نعم طيب، يعني كما تعلمين مرام وكما يعني يتضح في الأخبار وبحسب المصادر هناك خلافات يعني بين قوات فاغنر الروسية والقوات الروسية. طيب كيف تحقق هذا النصر؟ وهل تعترف به أو كان هناك إعلان رسمي من قبل السلطات الروسية؟ يعني آية، بالفعل قوات فاغنر تعتبر الذراع الأيمن للكرملين بحسب التصريحات، والجميع يعلم علاقة بريغوجين المباشرة بالرئيس الروسي، لذلك هذا الانتصار ينسب أيضا إلى موسكو كما هو الحال في نصر القوات الروسية في عدة جبهات. ولكن ربما يبدو أن الضوء الأخضر قد أعطي لقوات فاغنر، وخاصة بعد التسريبات التي تم أو التصريحات العلنية التي تم الإعلان عنها من قبل قائد قوات فاغنر بأن القوات الروسية أعاقت تقدم قوات فاغنر وأطالت أمد الجبهة في باخموت لحسمها. وبعد هذا الإعلان مباشرة نجد أن قوات فاغنر بالفعل قد تقدمت بشكل سريع ووصلت إلى وسط المدينة بحسب تصريحات القائد بريغوجين، ولذلك هناك انتصار قد حققته روسيا في النهاية، بغض النظر إذا كان الوضع قد تحقق من قبل القوات الروسية أو حتى من قوات فاغنر. ولكن بحسب البيانات الصادرة بشكل يومي من وزارة الدفاع الروسية لا يوجد أي تصريح حول باخموت وحول المعارك التي تجري هناك سوى عن إسقاط المقاتلات الأوكرانية وعن الخسائر التي تكبدها الجانب الأوكراني في معارك على مختلف الجبهات وليس فقط في أرتيوموفسك أو باخموت كما تسمى في الأوكرانية. سقوط نعم، يعني مرام سقوط هذه البلدة اليوم هل يمكن سقوطها أن يعني يغير الحال؟ نشهد دعم غربي يفوق التوقعات أم بأنه يمكن أيضا أن يضعفها ويبطئها وبالتالي لم يكن هناك دعم؟ لأنه أنت يعني كما تعلمين علما بأنه في الفترات السابقة كان هناك غضب داخل أوروبا نفسها. يعني
نعم آية، يعني حقيقة أن السيطرة على هذه البلدة تعتبرها روسيا بأنها خطوة استراتيجية للوصول إلى مدن كبرى ككراماتورسك وسلافيانسك، وبالتالي هو فعلا انتصار قد تحققه روسيا لكونها ستؤدي إلى السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك وبالتالي السيطرة على إقليم الدنباس. لكن غربيا قد خففت التقارير الغربية والتصريحات من أهمية هذه المدينة إن صح التعبير، واعتبرت أن الجبهات والهجوم المضاد الذي يمكن أن تنفذه أوكرانيا فيما بعد هو السبب الرئيسي للسيطرة. واليوم بحسب التقارير والخبراء العسكريين أن أوكرانيا تحاول اليوم استنزاف الجيش الروسي لضعافه قبل الوصول إلى الهجمات الروسية والهجمات المقابلة لها الأوكرانية على جبهات أخرى، وبالتالي يعتبر بعض الخبراء أن هذه هي خطة مدروسة من قبل الغرب ومن قبل أوكرانيا بالاتفاق طبعا مع الجانب الغربي. طب ما الذي يعني دعينا نستغل الوقت مرام، ما الذي يترتب اليوم على الناتو ودول الاتحاد الأوروبي فعله لحماية كييف؟ يعني الطرف الغربي يعلم علم اليقين أن دون أي مساعدات وإمدادات عسكرية لكييف سيكون الوضع كما هو الحال في باخموت، لذلك ربما هناك تأجيل لهذه الأسلحة للتحضير كما تحدثت آية على جبهات أخرى على الجنوب الغربي، وبالتالي سيكون في هذا الانتصار هو الانتصار الكبير لأوكرانيا، وخاصة أن تصريحات واشنطن و الداعمة لتقدم الجانب الأوكراني وصولا إلى القرم هي ما ستشكل المعركة الحاسمة فيما بعد، أي أن التطور على جبهة خيرسون جنوبا والتقدم نحو مدينة أو شبه جزيرة القرم هو ما سيؤدي إلى تغيير موازين المعارك، وخاصة أن التصريحات أو البيان الصادر من وزارة الدفاع والخارجية الروسية يحذر من هذا الهجوم ويعتبره فاصلا في المعارك، إذن هو اعتراف مباشر أيضا من قبل القوات الروسية والسلطات في موسكو بأن هذا الهجوم هو الذي سيكون الحسم أو الفيصل في المعارك القادمة، ولذلك تحاول اليوم القوات الروسية التخفيف من حدة المعارك والسيطرة على أكبر منطقة وعلى ساحة الشرق الأوكراني في باخموت وفي إقليم الدنباس بشكل كامل. طيب يعني بالنسبة لروسيا يعتبر هذا إن صح التعبير طبعا انتصار، يعني منذ بداية العام الثاني للأزمة الروسية الأوكرانية هناك انتصار وتطويق المدينة بشكل شبه كامل يعني، ولكن بالنسبة لأوكرانيا ماذا يعتبر هذا؟ ما هي أيضا في تصريحاتها الأخيرة قالت بأنه 3 أشهر المقبلة ستحدد أو تغير مسار الحرب، طب إذا ماذا يعتبر هذا بالنسبة لكييف؟ نعم بالفعل هي تعول على 3 أشهر القادمة أي بعد انقضاء الفصل الشتوي على أقل تقدير، وانتظار هذا الدعم، نعود إلى نقطة الدعم آية، هي النقطة الرئيسية، واليوم هناك تحالف كبير من قبل الغرب وإجماع بشكل مباشر على استمرار هذا الدعم، وخاصة ما وجدناه في مجموعة 20 لا يوجد حديث لا عن أي مفاوضات ولا عن أي مباحثات، وإنما جميع الأطراف متمسكة في موقفها. إذن الدعم الغربي هو بالفعل يكون موجود على الساحة القتالية عاجلا أم آجلا، وبالتالي أيضا روسيا تعلم علم اليقين أن المعارك القادمة و3 أشهر القادمة هي التي ستحسم المعارك وربما ترجح كفة النصر إلى أحد الطرفين. اليوم أيضا روسيا تدخل أسلحة جديدة في ميدان المعارك وتحاول التقليل من الخسائر التي يمكن أن تلحقها في باخموت، وهذا سبب رئيسي أيضا إطالة أمد المعارك في جبهة الشرق الأوكراني وتحديدا عند باخموت، لأن جميع الأطراف تحاول عدم خسارة أو لملمة ما يمكن الحفاظ عليه في معركة باخموت وصولا إلى المعارك التي ستشهدها الساحة الأوكرانية في 3 أشهر القادمة.
نعم أنا. طيب مرام، أخيرا دعينا نتحدث عن قضية تايوان، ويبدو أنها يعني اليوم تعود للمواجهة من جديد وتشكل أيضا نقطة ساخنة بين بكين وواشنطن. اليوم إلى أين يسير هذا الملف، وهل هناك مواجهة مباشرة بين الطرفين؟ يعني آية، التقارير تشير فعلا إلى أن منطقة تايوان باتت فعلا نقطة ساخنة جدا يتصارع عليها الطرف الأمريكي مع الطرف الصيني، وربما تكون مركزا لحل الخلافات بين البلدين، وخاصة أن هناك اليوم باتت تصريحات من قبل اليابان لزيادة الإمكانيات العسكرية والميزانية العسكرية للجيش الياباني، وهذا ما حذرت منه الصين بشكل مباشر. وبات هذا السيناريو مشابه لسيناريو الحرب العالمية الثانية، عندما باتت واشنطن تدعم بشكل مباشر اليابان وتحاول إجماع القوات، ولكن اليوم هي تايوان هي نقطة الخلاف الساخنة بين الطرفين. ولكن هناك أيضا مقارنات كبيرة بين قوة الصين سابقا والقوة التي تشهدها اليوم عسكريا، سواء في العتاد وسواء في تعداد الجنود وفي القوى النووية التي لم تكن بكين تمتلكها فعليا، ولكن اليوم هي فعلا تشكل ربما ندا للولايات المتحدة في الأسلحة. لذلك الخبراء يستبعدون أي مواجهة مباشرة بين واشنطن وبكين بشكل مباشر بين الجيشين، ولكن هناك جيش يتم تغذيته ويتم دعمه في تايوان، وبالتالي ربما إن حدثت فعلا مواجهة فسيكون هذا التصعيد بين جيش الصين والقوات المتواجدة في تايوان والمدعومة بشكل مباشر من قبل واشنطن. نعم آية. طيب دعينا أيضا نتساءل هذه النقطة فقط، هذه التحركات الأمريكية الأخيرة على الشركات الصينية برأيك ألا تضعف الموقف الصيني تجاه هذا الملف؟ يعني آية، بحقيقة أن واشنطن هي أيضا تفرض هذه العقوبات ربما لحفظ ماء الوجه وربما لإبعاد المواجهة العسكرية المباشرة مع بكين ومحاولة الالتجاء إلى العقوبات كما هو الحال دائما، لربما إبعاد المواجهة العسكرية وبالتالي الحفاظ على المناوشات الدبلوماسية في إطار العقوبات. ولكن أيضا واشنطن تكون حذرة في فرض العقوبات، ليس هو الحال كما هو في روسيا وفرض العقوبات التي قد تؤدي إلى عزلة الصين بشكل مباشر، هذا الأمر غير مطروق من قبل واشنطن لأنها تعلم أن السياسات الاقتصادية بين البلدين هي التي تحرك الاقتصاد العالمي، وبالتالي القوة الاقتصادية للصين تمس مباشرة القوة الاقتصادية لواشنطن. يعني نعم آية. اعذريني مرام، نظرا لنفاد الوقت سأكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم، شكرا جزيلا لك.